سعد صباحك. صباح الخير عفاف. صباح النور. كيف صباح اليوم؟ الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يحمل معه كل الخير والصحه للجميع. طبعا مواضيع عديده ومتنوعه رح تكون ضمن محطاتنا الصباحيه الاجتماعي والطبي وغيرها، ولكن بالبدايه بدنا نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى اللي على اثر العدوان اللي اصاب امبارح دمشق وحمص. واكيد طبعا احنا مستمرين وباقيين بفضل بواسل جيشنا العربي السوري والدفاعات الجويه. ورح ارجع لعندك يا عفاف وارجع صبح عليك من جديد. يسعد صباحك يا سلمى، واكيد الرحمه والصبر والسلوان لاهالي الشهداء يلي استشهدوا ليله امس. بدنا نتمنى كمان الشفاء العاجل للجرحى وندعي دائما بالامن والامان لبلدنا الحبيبه سوريا. بدنا نتمنى اكيد بكل صباح مو بس بعد الصباح الخير والامن والسلام لقلوبكم. رح نطلع فاصل صغير ونكفي سوا باقي فقراتنا. اكيد سلمى مكملين صباحنا، واليوم رح نحكي عن مرض يمكن هو خصوصا بهذا الفصل الله يبعده عنك، الالتهاب المجاري التنفسيه العلويه. اليوم كثير من الاشخاص نتيجه البروده الشديده يلي عم تصير بالليل ودرجات الحراره المعتدله نوعا ما خلال النهار بتخلي يصير عندهم حساسيه او امراض بالجهاز التنفسي العلوي، وهون ممكن يلجأوا كثير علاجات كمان ممكن تكون خاطئة. صحيح حفاف، ويمكن بهذا الوقت اللي عم بنمر فيه الناس أصلا صارت تتخوف، يعني بنعرف من خلال هدول الكم سنة اللي مرقوا وظهور مو بس كورونا ومتحورات بعد كورونا أدت أنه يصير معنا كثير خليني أقول لغط بين هل يا ترى أنا مرشح مقرب أو هل هي كورونا أو هي هي حساسية. وفي كثير أشخاص بيبادروا أنه ياخذوا أدوية من دون ما يروحوا لعند أطباء، وهم بتكون الخطأ الأكبر لأنه ممكن يتفاقم المرض ويتحول ل خلينا نقول مخاطر أكثر. لنتعرف أكثر على التفاصيل شو هي الأكثر أمراض شيوعا حاليا للجهاز التنفسي العلوي وشو خلينا نقول سبل العلاج الصحيحة، كلها رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة نور البرادعي، نوار البرادعي، وهي اختصاصية بالجهاز التنفسي. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم كتير عم نشوف حالات نتيجة تقلب هذا الفصل أو الانتقال من فصل إلى آخر، حالات كتير وخصوصا عند الشباب عند الأطفال بنلاقي الحساسية التعطيس السعال، ممكن إنهم يشخصوا المرض من حالهم وما يعرفوا ويأخذوا كمان أدوية من عندهم. فلهيك خلينا نعرف بالأول سبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وخصوصا بهذا الفصل. هلا نحن بهذا الفصل هو الفصل اللي بيصير فيه تغيير بالجو بين فصل الصيف وفصل الخريف، وتحديدا بنفس النهار بيصير فيه فروق بالحراره بين الصبح والظهر والمساء. فالاشخاص اللي عندهم سابقا استعداد للتحسس بتشتد عندهم الهجمات بهذا الوقت من السنه بسبب التعرض للبروده، لانه البرد يعتبر هو واحد من محرضات التحسس. وبنفس الوقت في عنا هلا كمان ببدايه المدارس او بجو المدارس ايضا انتشار للانتانات التنفسيه والفيروسيه اكثر من الجرثوميه، كمان هو بنلاقي الاطفال هنا اكبر ناقل للانتانات، كمان هو شائع بهذا الوقت من السنه، والاعراض تقريبا بتتشابه عدا وجود الترفع الحراري هو يعني قد يميز لي بيناتهم. لذلك عم بيصير خلط بين اعراض التحسس وبين الانتانات الجهاز التنفسي. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي عن الأعراض اللي ممكن تتشابه، وأوقات هذا الشيء بيؤدي لهذا الغلط اللي كنا عم نحكي عنه. يعني مثلا هل أعراض الحساسية للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية تتشابه مع أعراض الإنفلونزا أو غيرها؟ احنا بنعرف سيلان الأنف هو العرض الأبرز ومشترك بين الثلاث حالات، فكيف بيفرق الشخص انه هو هلا لا ما عنده حساسية، هو ممكن يكون أصيب ببرد أو ما إلى ذلك؟ يعني
تماما. هلا اعراض التحسس مثل ما ذكرتي حضرتك بجهاز التنفس العلوي، مثلا في عندنا يكون عطاس او سيلان بالانف او حكه بالانف، ممكن حكه بالاذن، ممكن يكون في عندنا مرافقه احبرار او احتقان بالبلعوم، بيجي المريض بيشكي انه هو دائما بيحس انه في شيء عم يحكه بحلقه. قد يترافق ايضا مع سعال نتيجه اما حدوث سيلان انفي خلفي او سعال ايضا كارتكاس تحسسي، سعال جاف، حتى ممكن يكون منتج لقشع ابيض ويكون سعال تحسسي المنشا. ممكن قد يكون المريض ربوي وبيشتكي من اعراض سعال وهذا واحد من الاعراض التحسسيه. هلا التمييز بيناتهم هو ما نو بهالسهوله، لكن اذا المريض دائما بيقول لي انه انا عندي سيلان انفي مائي بيشتد بفصل الخريف مثلا او بفصل الربيع، فانا بحط ببالي انه هذا المريض عنده قصه تحسسيه. هلا اذا تغير لون المفرزات، مثلا كانت بيضاء صارت على اخضر او على اصفر، ترافقت مع ترفع حروري، الاعراض عم تشتد، ما عم تتحسن على العلاج اللي هو متعود انه ياخده الانتي هيستامين او بخاخ الانف الموضعي، فهون انا لازم افكر انه قد يكون صار عندي انتان، لازم انا راجع الطبيب. طيب دكتورة نوار، الكثير من الأشخاص اللي عندهم هي المشاكل التنفسية بيلجأوا لعلاجات قد تكون صحيحة بس ما بيتم الشفاء بشكل تام، خلينا نقول، أو بيطولوا لفترات طويلة، ممكن يضلوا لنهاية الفصل واللي بعده هم عم يعانوا من هاي المشكلة، فكيف نحن اليوم ممكن نشفى من هاي المشاكل أو الحساسية؟ هلا نحن مهم انه نراجع الطبيب حتى نميز بين الانسان وبين التحسس، لان الانسان هو علاجه اذا كان فيروسي بس علاج عرضي، وعلاج الاعراض يعني علاج السعال ببخاخات او جلسات ارذاذ، او قد يكون مسكنات سعال اذا كانت الحاله شديده، سوائل، الابتعاد عن المخرج او الابتعاد عن الهواء البارد مثلا حتى ما تشتد الاعراض قدر الامكان، وانخفاضات الحراره اذا كان في عندي حراره، واذا كان جرثومي فنحن لازم ناخذ صادات حيويه، فمهم انه نميز حتى بين الجرثومي والفيروسي حتى ما ناخذ صادات بعشوائيه. يعني القصه بدها استشاره الطبيب تماما حتى ما يصير في عشوائيه بالعلاج، وبالتالي حيصير في عندنا مقاومه للصادات. يعني انا اذا تعودت اني كل ما ضعفت اخذ صاد حيوي، فانا هذا النوع من الصاد الحيوي بالضعف الثاني ما عاد يكون فعال مثل اول ضعفه، وبعدين حيلتغى من حياتي مع الوقت، يعني ما عاد فيني، الجراثيم عندي خلص تعودت عليه فما عاد في استجابه عليه، حتى الجراثيم المجتمعيه حتتعود على هذا الصاد الحيوي، وصرنا نشوفها بصراحه لما عم نبعث بالانترنت الشديده مثلا بذات الرئه، بنبعث زرع قشع حتى نشوف شو الجرثومه الموجوده وعلى شو بتتحسس من الصادات. صار عندي الحساسيه للاسف معنية على صادات وريديه مكلفه جدا، مرهقه للمريض، مرهقه للمشفى اذا كانت مشفى تابعه للدوله، وبالتالي عم بيكون في صعوبه بعلاج الانترنات التنفسيه السفليه او ذات الرئه، ومو بس هيك، احيانا ما عم تستجيب على الصاد او عم تنقص، لذلك كثير مهم انه ما نكون عشوائيين بالصادات. هون بينتهى علاج الانسان بعلاج الفيروس او علاج الصاد او علاج الجرثوم، لكن المهم انه نشخص الافه التحسسيه، لان هو شيء مزمن، هو حينقص كل ما تعرض المريض لمخرج معين، حيكون معيق للطالب مثلا، بصيروا بالصف ينزعجوا منه، يخافوا منه، او مثلا من صوت السعال، يعني احيانا بيراجعوني اهل انه نحن ما عم نقدر ننام بالليل، المعلمه عم تنزعج منه او عم تشتكي، انه خذوه على طبيب حتى نعرف ليش بضل بيسعل كل الوقت، حتى الطفل بيزعل انه هو بس عم يركض بالمدرسه ما عم يلحق رفقاته او عم يسعل كل الوقت، فهذا الشيء مرهق ومزعج للمريض. ايضا بجوز يكون مريض ربوي ببساطه، فمهم انه نشخص اذا عنده مشكله تحسسيه او ربويه حتى ياخذ علاجه وما تشتد الحاله مع الوقت، بنبلش بعلاجات خفيفه بعدين ما عاد نقدر نسيطر على المرض. طيب دكتوره، خلينا نحكي كمان عن فكره مهمه، حضرتك قلتي ببدايه حديثك انه نحن هلا بلشت المدارس، ومع دخول المدارس الاطفال بيصير بنعرف انه هن اكثر يعني العرضه لانه ينتقل بيناتهم الامراض، لعدم يمكن تقيدهم ببعض وسائل العنايه البسيطه وما الى ذلك، واذا طفل مرشح بيعدي كل اللي حواليه. طب خلينا نحكي شوي عن سبل الوقايه وخصوصا للاطفال بهي الفتره.
طبعا مثل الوقاية دائما هي خير من قنطار علاج. يعني لما بيكون في عندي طفل مريض يفضل انه يضل ببيته لحتى يتجاوز المرحلة الحادة اللي هي بيكون فيها ترفع حروري، هي ذروة العدوى، وهو حتى قبل بداية ظهور الأعراض قد يكون الطفل معدي، لكن نحن بنخفف من الحمل يلي رح ينتقل من طفل لطفل. ثاني شغلة دائما بدنا نعمل حملات تثقيفية للأطفال انه بيكون معكم محرمة، بدكم تعطسوا، بدكم تسعلوا على هي المحرمة، نحافظ على التباعد قدر كان. يعني هلا في مثلا بدور الحضانه الاطفال ما بيعرفوا يعني ما بيعرفوا سبل العنايه الصحيحه، فهذا التوجيه للتعليم للكادر التدريسي راح يكون انه نحن يكون في مباعده، يعني ما يكون في كثير مسافه قريبه بين الاطفال اذا كان هذا الشيء ممكن. التهويه الجيده، وإذا لاحظنا أنه في أعراض على أي طفل من الأطفال معلش يرجع على بيته، أو أنه يعني يوصوا بيعطوا علاج سريع بالمدرسة وبيراجع الطبيب فيما بعد. وأكيد بنرجع لموضوع التعقيم، غسيل اليدين بالماء والصابون، ما في مانع أنه الإكثار من السوائل بهذا الجو خصوصي السوائل الدافية، والمحارم والمناديل دائما تكون مرافقة لنا. خلينا كمان ننتقل لفئة الشباب والكبار بالسن، كمان بيعانوا من هاي المشاكل طبعاً التنفسية، ممكن بكل المواسم في أشخاص ممكن تصاب فيها بالصيف حتى. طب لحتى نوقي حالنا نحن من هاي المشاكل أو ما نصاب أو ما يتفاقم الوضع لحتى نحن نطول بفترة العلاج، لأنه في أشخاص مضطرة تتابع شغلات تطلع على الحياة، يعني ممكن يقول لك أنا عندي صار قريب وبدي أقعد بالفرشة وبدي أعتزل شغلي والحياة. اليوم طرق الوقاية، كيف ممكن نحن في طرق وقاية إنه ما ننصاب بهاي المشكلة مرة ثانية؟ هلا نحن في فئه معينه من الناس دائما بننصحهم انه ياخذوا اللقاحات، اللي هن اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم مشاكل تنفسيه، مثلا انا بعرف مريض عنده ربو او عنده سي او بي دي او عنده تليف رئه او عنده توسع قصبي، او في دائما عنده بنفس يعني بيطول القريب لو ما عنده مشاكل تنفسيه، لكن كل سنه بيقرب وقريب ورا قريب وبيعاني من انتانات تنفسيه متكرره. بدايه بنقول لهم نصحه انه ياخذ اللقاح، لقاح الانفلونزا هو لقاح موسمي وهو بيتاخذ باشهر 9 10 11، يفيد بمعظم المرضى لانه هو لقاح المفروض انه هو بيتجدد كل 6 شهور حسب انواع الفيروسات يلي كانت موجوده بالسنه الماضيه، لذلك هو المفروض بيغطي هي الفيروسات. ما نخاف من اللقاحات، لقاح الانفلونزا. ايضا في لقاحات ثانيه بنسميها لقاح الرئويات، او هي يعني موجهه ضد جراثيم معينه، هي تعطى كل 5 سنوات للمرضى اللي عندهم امراض تنفسيه مزمنه. هي بالدرجه الاولى بعد اتباع وسائل الوقايه اللي هي العقامه والمناديل وما الى ذلك، بتجي اللقاحات. بالدرجة الثانية مجرد ظهور اي عرض غير طبيعي، يعني المريض بيعرف حاله عنده مشكله تحسسيه بفصل الربيع فرضا، بيصير في عنده اعراض سيلان وحكي بالانف، اوكي هو بيعرف مرضه، بيلجا للعلاج اللي هو الطبيب ناصحه فيه من قبل، لاحظ انه في شيء جديد غير اللي كان موجود، المفروض يراجع الطبيب حتى يعني بلكي في عندنا انسان هو كسر المعوضه التحسس حتى ياخذ العلاج المناسب قبل ما تتفاقم الحاله. طيب دكتوره، كمان سمعنا انه من المفيد انه تاخذ المراه الحامل لقاح الانفلونزا، او ما بتنصحي بهذا الشيء؟ هلا هو يعني ما ما في مانع انه تاخذ لقاح الانفلونزا، لكن النصح انه قبل ما يعني اذا مرأة عم تخطط للحمل يفضل انه تاخذ لقاح الانفلونزا قبل ما تخطط للحمل، قبل ما تخطط طبعا. طيب دكتورة، ولو بآخر دقيقة أو دقيقتين الوقت، خلينا نأخذ منك أهم النصائح لكل الأشخاص يلي عم يعانوا من هاي المشاكل، وممكن عم ياخذوا أدوية من حالهم ممكن تكون خاطئة، بيقول لك يلا معلش شوية حساسية شوية رشح، ما أنا مستاهلة أنا أروح لعند الدكتور، أو لسه ضخم الموضوع، أو في أهل ممكن أطفالهم يصابوا لك كمان ما نستاهل ناخذه لعند الدكتور، قدمهم اليوم إنه نحن نشخص هي الحالة وناخذ العلاج الصحيح كرمال نوقي حالنا من أمراض ممكن تتطور، ممكن تتطور لشيء أخطر. طبعا هم كثير مهم، لأنه حتى الأدوية اللي عم ياخذوها أوقات الكبار بيكون فيها مشكلة، يعني بيجي المريض عم ياخذ دواء للرشح اللي هو معروف بيكون فيه مضاد احتقان،
هو بيسرع النبض، ممكن يرفع الضغط اذا مريض عنده ضغط. لذلك كثير مهم انه ما ناخذ ادويه بشكل عشوائي. ممكن ناخذ مسكنات بالمنزل، اي ما في مانع ابدا، مو اي مسكن طبعا، يعني حبه السيتامول مثلا، هي اذا المريض ما عنده مشاكل كبديه ما في مانع انه المريض ياخذها بشكل اسعافي، ويكثر سوائل وراحه، لقى حاله مرتاح يفضل اكيد يراجع الطبيب حتى ما يبالغ بالادويه اللي عم ياخذها، وحتى ما يكون في شيء هو غافله. وخصوصي بهذا الوقت عم نشوف ذوات رئه جرثوميه، عم نشوف سوائل او ما يسمى انصباب جنب تالي لذات الرئه، وبتكون بدايه القصه هي فقط اعراض انفلونزا. طيب كمان دكتوره خلينا ناخذ هيك نصيحه خاصه اليوم للامراض المزمنه. مثل ما حضرتك قلتي اغلب الامراض المزمنه اغلبهم كبار السن بترافق مع امراض ثانيه، يعني مثل السكري وما الى ذلك، هذا الشيء بيعمل عندهم مثل ما بيقولوا نقص مناعه، بصير ما عندهم معوضه لجسمهم، ابسط شيء بيتعرضوا له نزله برد ممكن تعمل مشاكل اكبر تتفاقم اكثر. قد ايه لازم نكون حريصين بهي الفتره اذا في عندهم بخاخات، اذا في عندهم بروتوكول طبي معين انه هن يحافظوا عليه؟ من المهم انه يحافظوا عليه، لانه هو بحد ذاته الانتان التنفسي هو يكسر معوضه المرض المزمن، بغض النظر عن كان انتان مرض تنفسي او مرض قلبي او مرض كلوي، اي انتان تنفسي هو بيؤدي لانكسار معوضه المرض المزمن. لذلك نحن لازم نكون مسيطرين على المرض المزمن اساسيين احيانا. تماما تماما، وخاصه الامراض التنفسيه، يعني مثلا مريض الربو او مريض السي او بي دي، لما بيصير في عندنا انسان تنفسي بتنكسر المعوضه، وبالتالي بتشتد الاعراض. اشتداد الاعراض بيتفاوت بين المريض اللي كان مضبوط اساسا قبل المرض او اذا ما كان مضبوط، يعني قد تودي المريض الى المشفى حتى، يعني انه او الاقامه المشفويه. لذلك لا تخافوا من البخاخات يا مرضى الربو ومرضى السي او بي دي، التزموا فيهم لانه هن وسيله لضبط الاعراض حتى اذا صار في عندنا انسان تنفسي ما يكون انكسار المعوضه شديد. ذكرتي دكتوره كمان للتوضيح، خلينا نوضح للمشاهدين انه بتترافق هي المشاكل مع ارتفاع بدرجه الحراره، يعني مو شرط هون لما يصير في ارتفاع بدرجه الحراره معناتها في نحن هون التهاب بالجسم. ممكن الترفع الحراري بشكل عام هو دليل على وجود انتان بمكان ما بالجسم، لكن هو بيختلف بين انتان فيروسي او انتان جرثومي، يعني حتى الحراره بالانتان الفيروسي اكيد موجوده. لذلك نحن يعني الترفع الحراري مو يعني ناخذ صدات حيويه. طيب قبل ما نختم دكتوره اليوم، النصيحه الابرز بتحبي توجهيها لكل يلي عم بيتابعنا وخصوصا بهذا الوقت، ولكل يلي بيتخوف؟ صار هلا حاليا بتعرفي صار في عندنا حاله هيك من الخوف اكثر من اي رشح او من اي قريب بيصيب اي حدا. النصيحه انه الالتزام بوسائل الوقايه اللي ذكرناها، الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه يلجؤوا للقاحات ولا يخافوا. نحن عندنا فكره الخوف من اللقاحات هي موجوده واشتدت اكثر بعد لقاح الكوفيد، ما بعرف ليش. بالعكس انه نحن اللقاحات كثير مهمه، دراسات كثير عليه تماما، بس هي اكثر الدراسات شجعت على اللقاح، ما كانت ضده. واتباع وسائل التباعد، يعني مو غلط انه نلجا للسؤال الطبي اذا مريض ما عنده امكانيه ماديه، يمكن اوقات بيحسبوها اقتصاديا. احنا عندنا المشافي التابعه للدوله، عندنا المستوصفات الصحيه، هي بتعالج مجانا. لذلك مو غلط انه ابدا نروح ناخذ، بالعكس هو لازم ناخذ النصيحه الطبيه، لازم نقيس العلامات الحيويه حتى نكون بهامش الامان. بالختام دكتوره بدنا نشكرك ونتمنى السلامه والصحه لجميع يعني المشاهدين. شكرا لك. شكرا لك وكل المعلومات اللي قدمتينا اياها. يعطيكم العافيه. شكرا. كملينا فقراتنا الصباحيه معكم مشاهدينا، وللموضوع المهم معك يا سلمان. هلا رح اروح لفقره يمكن كثير مهم بهذا الوقت اللي نحن عم نمر فيه، واللي صارت حياتنا دائما مثل ما نحن عم نعرف على شاشات الموبايل والكمبيوتر، عم نترقب الاخبار، عم نشوف كل المواضيع، وبالتالي الاكثر عرضه لهي الشاشات بيختلف طبعا العمر بين الأطفال وبين الشباب، ولكن عم بيكون في نقل لكثير من المواضيع ووجهات نظر لتشكيل رأي عام مختلف بكثير من الأوقات عن الرأي العام الحقيقي، وهي مشكلة كثير كبيرة. كيف ممكن الأهل يتعاملوا معها يا عفاف؟ اليوم سلمى مع كثرة هي المصادر وممكن أوقات بعض الشائعات والمعلومات الخاصة
خاطئة يلي ممكن تأثر على شخصية طفلنا يلي ماسك الموبايل وعم يتعلم أشياء ما لازم يتعلمها، أكيد مع نوع من أنواع انعدام المصداقية كمان. لهيك بيلجأوا كتير من الأطفال لأنهم يجربوا أشياء حتى أو يحكوا شيء أو يتعلموا شيء ما أنه صادق وما أنه حقيقي، وهيك بصير الطفل شخص منقاد عند هي الأمور أو مع هي الأمور يلي ما أنا صح، وممكن تلغي شخصيته ببعض الأوقات ويبطل عنده وجهة نظر خاصة فيه. لهيك اليوم كيف ممكن أنا خلي ابني أو الطفل الموجود بالبيت يستخدم هي الشاشة ويستفيد منها بالشكل الصح، من كان عن طريق الفيديوهات يلي بيتابعها أو المعلومات يلي بيتلقاها وبيخزنها، وكيف ممكن ما يصير شخص منقاد تجاه هي الأشياء المغلوطة ويضل عنده وجهة نظر خاصة فيه. كل هاي التفاصيل رح نتجاوبنا عليها اليوم الدكتورة رولا الصيداوي وهي أستاذة في علم النفس. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك، مثل ما بتعرفي اليوم الأغلبية عم بيكونوا على شاشات الموبايل، وخصوصا الشباب عم بيشوفوا ويتلقوا وجهات النظر اللي ببعض عم بيكون فوضوي غير موثوق، معلومات مغلوطة عبر هاي الشاشات. اليوم كيف ممكن أتعامل مع هاي الحالة بظل هذا الجو السائد اللي احنا عايشين فيه؟ تماما. هلا بداية في نقطة بدي ركز عليها، انه البعض انا لا اعمم الاهل انه بيبدوا او بيبداوا يربوا او يهتموا بالابناء من عمر بس يكبروا، يعني ما بيتركوا هاي المرحلة الصعبة هي مرحلة الطفولة. هي صحيح جميلة انه هو الطفل بيكون مطيع للاهل، لكن هي مهمة جدا، واي خلل باي مرحلة من المراحل العمرية اذا ما تم مثلا معالجته هذا الخلل رح يخلق عيب كبير بالمرحلة اللي بعدها ثم المرحلة اللي بعدها. فهن ما بيلتفتوا البعض انه هذا الطفل عنده مشاكل سواء سلوكية سواء نفسية سواء لفظية، فهن بيفكروا انه بس يكبر بيتغير لوحده. ما في شيء اسمه يتغير لوحده اذا ما في متابعة. اليوم الوضع صعب، الشباب والأطفال واليافعين عم يتلقوا المعلومات البعض من المصادر الموثوقة، من المصادر اللي نحن بنعتمد عليها، لكن البعض للأسف عالم مفتوح، عالم السوشيال ميديا والكل بيعرف، عم ياخذوها من كل حد وصوب للأسف. طيب دكتورة اليوم خلينا نقول انه التصفح وحالة نحن ما فينا نسيطر عليها او ما فينا نتابعها من قبل الشباب، خلينا نقول كمان الاصغر سنا يلي يعني لسه الوعي ومرحلة تخزين المعلومات والادراك عندهم يعني بقمة ذروته، خلينا اليوم نعرف كيف نحن ممكن نكون اشخاص متفاعلين ونتلقى وجهات نظر بدون ما تكون هي اذا كانت خطأ ما تأثر على وجهات نظرنا نحن ونصير أشخاص خلص يعني أنا أشوف أي شيء على النت أتأثر فيه وصير أتبنى وجهتي النظر بدون حتى ما أعرف صحتها أو حتى لو كانت خطورتها. صحيحة ما ضروري، أنا ممكن ما بتمثل مجتمعي ما بتمثل حالتي. هلأ في دوما نحن بنقول التربية هي في عنا سلسة برامج نحن بنقول التربية السلوكية والتربية النفسية. هلأ التربية ليش مهمة كتير بالنسبة التابع الأم والأب، والأم أكثر بحكم وجودها مع ابنها، إنه بداية هي لما بتكون شاغلت له وقته وقت يكون طفل حتى بي على مجال المطبخ حتى على مجال بيكون هو لسه ما راح المدرسة، هلأ بس يروح للمدرسة صار في مرحلة تانية، صار في عنده انشغال للوقت بعدين الواجب الدراسي وهيك. هلأ دوما خلينا نبدأ بالطفولة، أنت بيلجأ لحتى يملي وقته بالشاشة وتكون عنده فراغ، ونحن بنعرف الفراغ هو مفسدة بشكل عام للطفل أو للشاب، لأنه عنده وقت بده يملي إذا ما عنده أصدقاء هو يتواصل هو وياهن، وما عنده مثلا أنشطة وما عنده ما عم يدرس إلى آخره. هذا الوقت كيف بده يفرغه؟ بده يفرغه إما بالنوم إما بوسائل تواصل ممكن مشبوهة ممكن فيها مشاكل ممكن معلومات غير صحيحة مغلوطة إلى آخره. فهون نحن المتابعة بدنا نشغل وقت بالنسبة نحن عم نعزز هالفكرة عند الأبناء بشكل عام سواء أطفال أو أكبر. هلأ الطفل شوي بيبقى أليان بحكم أنه هو صغير وبيخاف أنه يخسر مثلا أمه إذا قال لا، يعني من هذا الباب. لكن
الشباب. المراهقين تماما واليافعين والشباب عندهم عناد كبير، وعندهم هو مو عناد بقصد انه عناد مشان ضد امي او ابي، لا، عناد اثبات شخصيه، اثبات هويه، فبصيروا بيلتفتوا انه اذا بتقول لهم الام او الاب انه هذا صح لا هذا مو صح، انا بدي ابحث بنفسي وانا باخذ المعلومه بنفسي. هلا هون نحن لما بيكون من الصغر مؤسسين التاسيس الصحيح بنخفف من الخطوره اللي بالفتره اللاحقه انه هن يعتمدوا على المصادر برا. هلا اكيد يعني عالم مثل ما قلنا انه فيه من كل الجهات، وفي اعلام كثير معارض عم يشوه الحقائق. هلا وقت يكون في نحن عززنا فكره الانتماء عندهم الحقيقي اولا لانفسهم، وهدف وجودهم هن انه حتى يسعوا بشيء المفيد، فهو انا بعلمه بس يحلل يعني هي المعلومات اذا حللها والراي بشكل عام بيشوفه. يعني انا نحن ما لنا متخصصين مثال بالسياسه او طبعا. فنحن بس نقول له انت وازنها بعقلك، عقلك السليم، انت هذا الشيء صحيح المعلومه اللي اخذتها؟ ساعتها هو ممكن بيتراجع، يعني هو بده متابعه. اذا الام ما فيها او الشيء اللي شفته بناخذ من برا او الشيء اللي شفته تمام للطفل او حتى للصبايا او حتى للشباب، ما شرط انت تعمله. هلا بالنسبه للتقليد هون ترتيب اخر. تمام. هلا في عنا نحن كثير من الشباب بيقلدوا التقليد الاعمى، التقليد التبعي، يعني ما بيفكروا بيه معلش باللباس وقصة الشعر واوا، هلا هي ما بتناسب عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا بشكل عام. حتى لو هذا المجتمع يعني ممكن مثلا في عائله هي منفتحه ما عندها مشكله، بس انه في بعض اللباس وبعض قصة الشعر هي ما بتناسب، يعني ما صح. بتناسب عاداتنا. فنحن بنقول له هل انت بالنسبه لك انه شايف مقبول اجتماعيا؟ بداية ما بدي أسرتنا، بنقول له أنت مقبول اجتماعيا أمام محيطك. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم على أساليب التربية وخصوصا مع الشباب أو المراهقين. يعني مثل ما حضرتك قلتي قبل شوي أنه كتير صعب أنا له للشاب هلأ لا تفتح هذا الموقع أو لا تشوف أو ما لا تقرأ يستجيب. الممنوع مرغوب وخصوصا تمام. بهذا السن تمام. طيب خلينا نحكي شوي عن الاساليب. اليوم في بعض الاهل بيعتمدوا الحوار، في بعض الاهل بيعتمدوا المشاركه، في بعض الاهل بيعتمدوا التجربه انه خليه يجرب ينرفض، هو مصر مثلا بده يلبس هذا الزي او بده يعمل هذا التصرف، ينرفض بالمجتمع تبعه بعدين بيعرف انه نحن كلامنا كان صح. وفي الاهل لا بياخذوا بالمشاوره بالحوار. انت شو بتشوفي افضل اساليب بهالوقت حاليا؟ هلا بالنسبه مثل ما تفضلتي انه بعض الامور تجربه ما في مشكله اذا شيء بسيط، اما في امور تجربه بتخسره نفسه وبتخسره مجتمعه وبتخسره دراسته. يعني في بعض الامور فينا نجرب. هلا اللباس يعني اهون الامور ونرفض من مجتمعه ما في مشكله، اما في بعض الامور لا، بيفوت بسلك معين لا سمح الله او بخط معين او بمثلا طريق معين، هذا بيخسره عائلته، بيخسره نفسه، يعني بيؤدي الى التهلكه. فهون ما فينا نقول له يجرب او بيتعلم من خبراته هون لا. فحسب مثل ما ان هلا دوما وقت يكون في نحن كاسره، يعني انا ما فيني اقول انه كأم او كأب تاركين اولاده هالفتره كلياتها بس يشعروا صار عنده خطر بالافكار او السلوك الى اخره بده يرممه. هلا لازم يرممه بس هون الشغل صار اكثر. بس لما بنكون مثل ما قلتي الحوار، ممكن بعد الزيارات المقربه ممكن نشغل له وقته، ممكن هلا الام ما بتقدر، في كثير انشطه هي لا غير مكلفه خلينا نقول، سواء برا سواء بالبيت، نعزز له فكرة. هلأ أنا ليش دوما بنصح وبكل لقاء شخص من خارج العائلة كان معه مرشد موجه، كان معه أستاذ، كان معه هو قريب يشغل له وقته. ممكن في عندك هلأ على الأونلاين كتير في دورات وكتير في برامج وكلها مجانية ومتاحة ومحاضرات كلها بشكل مجاني، يعني اللي ما بيستطيعه بيقدر يطور من نفسه. يعني خلي يكون له هدف، مجرد ما ربيت ابني أنا من بدايته قبل ما نبدأ بالحوار الطفل أنه أنا أنت بحياتك في عندك هدف، يعني بدنا نسعى خطوة بخطوة. كان صغير بتلاقي الطفل أول ما تقوله شو بدك تطلع، أول ما تكبر بيقولك مثلا كذا كذا، فأنا بدي ساعده. كيف بدي ساعده؟ بكتير أمور، سواء مثلا أخذه إذا كان بده يطلع طبيب، مهندس، ورشي، معلم، كيف بيروح المدارس، اي شغله بدنا نحن نساعده فيها. يعني الخلل القديم، انا كل خلل قديم مات مثل ما قلت ما تم علاجه صار عندنا صعوبه اكثر. ففي عندنا اساليب حوار، في عندنا اساليب متابعه، في عندنا اساليب نشغل له وقته بالشيء المفيد. يعني دوما نحن بنقول ما نتركه وقت طويل، يعني حتى لو هو بيقولوا لك ابني كبير واعي، اوكي كبير واعي، بس هذا محتاج لامه، اذا ابوه مسافر عنده شغل بده مين يحاوره، سواء
بالعائلة، أخ كبير، صديق، لازم يكون في مين عم يحكي معه، يعني بس بده يحكي خلينا نقول يفرغ هالشحنة السلبية اللي عنده. أكيد بحاجة للإدارة الصحيحة. أستاذي خلينا نحكي شوي عن الأشخاص يلي بيطلعوا بينصحوا، عندهم متابعين أو ممكن ما بدنا نقول مؤثرين بالمعنى الإيجابي، ممكن يكون هنا مؤثرين بالمعنى السلبي، بيحكوا أي نصيحة أي وجهة نظر، حتى في أشخاص بالغين كبار بالعمر بيتأثروا بهي النصيحة وبيروحوا بيطبقوها وبالتالي أكيد بيحصلوا نتائج غير مرضية. خلينا نحكي عن هذا الشق اللي كتير مهم وكتير عم نشوفه اليوم. صحيحة. هلا في كمان نقطة إنه عم ياخذوا المعلومات من غير المصادر الصحيحة، يعني لما بنقول هو عالم الافتراضي، عالم السوشيال ميديا، عالم مفتوح، عم ياخذوا المعلومة من مين ما كان. طيب يا ترى هاي المعلومة هل بتناسب، مثال أنا عم بعطيه يضرب ولا يقاس، هل بتناسب مجتمعي؟ هل بتناسب مثلا بيئتي؟ هل بتناسب دراستي؟ او حتى نصيحه، هل بتناسب مشكلتي؟ تماما تماما، حتى النصائح يعني غير المعلومات، حتى النصيحه احيانا في بعض النصائح هي فعلا ما بتاثر مثلا علي الا سلبا، في بعض النصائح بتاثر فعلا ايجابا. يعني احيانا طفل او يافع بيجي بيقول لك نصيحه بتقولي فعلا والله معه حق، هو طفل صغير او هو يافع، هي ما في مشكله، بتقولي فعلا فيها فائده، بيعطيكي فكره. لكن هون اللي عم المتابعين البعض همهم بس تحصيل شو بيقولوا تفاعلات فما في اصلا هن من لا شيء، يعني هن صفحات من لا شيء، وبتلاحظي فجاه هي الصفحه بتروح بتلاقي هدول المتابعين تضرروا نفسيا، ما عاد صار متابعه. بعدين في شيء اسمه نحن عندنا التخصصات، حلو الانسان هو يهتم بتخصصه، حلو الانسان يكون متفرد بتخصصه، هذا المتعدد التخصصات. يعني بتلاقي مثلا انه اللي بده يقول معلومات بتلاقي بالسياسه عم يحكي التربية عم يحكي وبالإعلام عم يحكي. أوكي هلأ الواحد بيكون عنده معلومات، بس أنا صحيح. مثلا مثال ماني متخصصة بهذا الجانب، في أهلة واختصاصها والأهلة المختصين، فهي هون الفكرة، فبقوم بيتابعوا صفحة فيها من كل المعلومات. طب هذا أكيد ما أنه محصل كل المعلومات، فهون عم يصير فيه خلل، هون عم يصير بالمعلومة خطأ وبالتطبيق خطأ وبحتى السلوكيات خطأ للأسف. طيب كمان دكتورة خلينا نحكي عن فكرة مهمة هلا عم نشوفها بهذا الوقت الحالي، غياب القدوة الصحيحة للجيل بشكل عام. صاروا بيعتقدوا أنه الأشخاص اللي بيشتغلوا على الإنترنت أو اللي بيتابعوا الناس اللي هنا بيطلعوا على الإنترنت أنه هنا هدول هنا الناس الصح، بعيدا بقى عن الأشغال الحقيقية، عن واقع الحياة الحقيقي اللي هنا لازم يهتموا فيه. فصلنا نشوفهم بهذا الوقت أنه إيه أنا بدي يصير مثل هذا الشخص، بتصير إنفلونسر، بتصير بلوجر، بغض النظر إذا هذا الشيء بيناسبك أو لا، تمام، أو هو صح أو غلط. صحيح. فنحكي كمان عن غياب القدوة وتأثيرها على المجتمع ككل، مو بس على أسرة، على الأسرة. صحيح. يعني المجتمع كله تغير. صحيح. هلأ صارت هي موضة، يعني أنا لازم يكون عندي سوشيال ميديا وحساب ومتابعين، وللأسف عم نشوفها عند الأطفال، صاروا يعملوها للأطفال الصغار تماما، موقع وبيحبوا. صحيح. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه غياب القدوه هذا كثير امر صعب، وبالنسبه للشباب وبالنسبه لل يعني المراهقين اكثر، لما نحن ما بنعزز عند الابناء انه انت في عندك، يعني هو مثلا احيانا بيقول لك انا بحب بدي اطلع مثل والده، مثل مثلا جده، مثل عمه، مثل فلان، مثل قائد، مثل، فهون عنده شيء يشتغل مشانه، عم يتاثر فيه، يكون صحيح، بنساعده نحن يمشي على هالخطى. لكن احيانا غياب اول شيء الاهل عن الشباب، عن الاسره، عن افراد الاسره، غياب القدوه هي عم يكون حتى القدوه مو بس بالاسره، مثل ما تفضلتي بالمدارس، بالجامعات، البعض بيكون فهن عم يحاولوا يقلدوا يطلعوا للعالم الخارجي، بيظنوا انه هو عالم خالي من اي مشاكل، من اي هموم، لكن للاسف في حالات كثيره وفي فساد كبير في بهذا العالم اللي مثل ما قلتي وذكرتي انه هذا انه والله مشهور عنده تفاعلات، لكن هذا شو عم يقدم للمجتمع؟ يعني انا بس اذا بدي احاور ابني شو قدم؟ شو قدم؟ ولا شيء، فراغ، عدم. شو عم يقدم؟ حتى المعلومه الطبيه اللي بيعتقدوا انه البعض عم بيقدمها احيانا كثير، هن هو قادر يروح للجهه الصحيحه لياخذها، وفي او المعلومه التنمويه او ما الى ذلك. يعني ممكن حتى عم يكون هي صفحه، بعض الصفحات عم تكون بي يعني نحن بنقول الذنب بطريقه المدح، يعني ممكن هي الصفحات اللي هو فكره عم يتابعها هذا الشاب او هذا الطفل او عم تحط سموم،
طب هون الطفل او المراهق ما راح يدرك، الام تتعرف او الاب او المعلم اذا بمدرسه او الجامعه الى اخره. دوما الانشطه الجامعيه، الأنشطة الإنسانية هي اللي بتعزز له، بصير عنده فريق العمل. أنا دوما بنصح فيه لما بيروحوا لزيارات لدور مسنين للأعمال الخيرية التطوعية، هذا فريق العمل عنده شيء مفيد يقدمه، هون شغلت له وقته، يعني هون أنا شيء مفيد. بيكون كل أسبوع عنده نشاط أو عنده اجتماعات، هون غير دراسته في شيء مفيد، هذا بيعزز له أول شيء المعنى الإنساني بشخصيته، وبيخليه عم يعرف إنه عم يقدم شيء مفيد. هون أنا ما عاد عنده هذا الوقت، ما عنده الوقت يشوف فلان، بصير لما بيشوف هالحالات اللي فعلا صعبة سواء مسنين أطفال أيتام إلى آخره، بيقول فعلا، أو اللي عندهم بعض الإعاقات الله يعافيهم، بيقول إنه فعلا إنه الحياة هي في شيء أسمى ما أنا طابع فلان وهذا المشهور إلى آخره. يعني طبعا ما بدنا أن ننسى الجانب الإيجابي لهي الشاشات والتقنيات اللي موجودة بين إيدينا اليوم، إن كان للأطفال ممكن يتابعوا برامج تعليمية تثقيفية، يتعلموا أشياء صحيحة بتفيدهم بمستقبلهم. خلينا نحكي عن الجانب الإيجابي كمان، كيف ممكن نحن نستغل هاي الشاشات بشكل صح؟ هو حسن الاختيار دوما، البرامج والأنشطة سواء كان في بالبيت سواء بالمدارس، وخصوصي الأعمار الصغيرة يعرفوا يختارون لنشيل هادف، يعني مو بس حطينا لهم مثال أفلام كرتون إنه شغلنا لهم وقتهم، هذا الفيلم الكرتون شو عم يهدف؟ شو المغزى بتطلع منه؟ بتلاحظي بيصير بده يقلده. مثال الرياضة، بيحطوا في أطفال في رياضة لأطفال، يعني أنا عم علمه حتى بقلب البيت، هو في برامج بدون مثال. في عنا رسم، يعني الأعمار الصغيرة في عنا الأحرف العربية أو الإنجليزية إذا هو بفوت مرحلة مثلا دراسة، في عنا كتير كيف طريقة الرسم، في عنا كيف مهنة من الكرتون بيعمل أشكال، هاي لساتنا بالأعمار الصغيرة. طلعنا أكثر في برامج كتير بتعلمها، في برامج كيف يعني مثال، يعني بفوت مثلا المراهق عنده مشكلة كيف بده يصلح شيء فبتعلمها من اليوتيوب، يعني في عنا برامج هادفة. وهون ما بدنا نغفل عنها، أكيد هو كل شيء دوما في التطور بيكون هو سلاح ذو حدين. لما باخذ انا بكون عندي الوعي وبوعي اولادي وبوعي مجتمعي وطلابي، هون انا عم بترك اثر حسن، بس انا بدي وعي يكون كمان انا قدوه، مو بس وعي وانا ماني قدوه. هاي الامور ضروريه كثير بالنسبه لابنائنا. طيب كمان دكتورة خلينا نحكي اليوم، هي عم تلعب دور هي المواقع بالانعزالية بشكل كتير كبير، الانطواء والانطواء، يعني اللي هو الصفة اللي هي مضادة لفعل الإنسانية والإنسان بالمجتمع. قد ايه مهم ننتبه على هذا الشيء، يعني نشوف كتير فيديوهات بتحس الإنسان انه بطل تكون منيح، انت السبب اللي عم بيصير معك لانه انت دائما منيح ودائما تعطي فرص ودائما بتتعامل جيد، لازم تكون قاسي، لازم ما تعطي فرص، لازم 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 تشجعه انه يصير بلا شعور عدواني انفعالي انعزالي بعيد عن مجتمعه، حتى البعض بيخليه بعيد احيانا عن اقرب الناس له. صحيح، افراد اسرته. هاي النصائح اللي كنت عم احكي عنها من شوي سلمى، انه كثير بنشوف حكم ونصائح ممكن كبار بالعمر يجوا يطبقوها للاسف، وخصوصا للسيدات، يعني السيدات اللي بتقعد على الموبايل اليوم بطلي تكوني جدعة، يعني انه خلص لا توقفي مع جوزك، لا تكوني منيحه، لا تكوني انسانه، بعد شوي رح تصير تزت ولادها يعني برات البيت. فقديش لها تاثير هي عم تلعب على اللاشعور نفسيا تماما، هن عم خلينا نقول عم يقضوا على الجانب او الحس الانساني اللي موجود بالفطره الانسانيه عند الانسان. هذا عم من خلال انه انت قدمت لهم كثير ما حاج. تماما ما قدروا لا بقى تقدم، انت ساعدت كثير ما قدروا لا بقى تساعد. ما هو دوما صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هي بالمقابل عندك دوما قضاء حوائج الناس نعمه من نعم الله، يعني الانسان الله لما يخص هذا الانسان لقضاء حوائج او مساعدته هي بيكون خاصه لانه هو فعلا اهل. هي الامور كلها عفوا بتعزز لهم المعنى الايجابي مقابل اللي عم يقولوا قدمت كثير لبقى تقدم، ساعدتهم ما طلع فيهم خير الى اخره. هذا اللي بنسمعه، اولادك بكره مو اليك، بكره كل واحد بيلتفت لنفسه. طيب هاي الامور اكيد تعمل هي شوائب تماما وشرخ بالنفس وبالقلب، انه انا كل هذا التعب حيروح هيك هباء منثورا. هذا هي الامور كثير بتاثر وبتعمل لهم كمان غير انه الانطواء بتعمل لهم اكتئاب، انه انا بدي خلص لشو الحياه، ما بيعود اصلا عندهم رغبه بالحياه. دوما احنا اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا،
واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فنحن عنا الاعمال اللي بدنا نقوم فيها بدنا نقوم فيها بحلوه ومره، يعني عايشين بهالحياه، لو في شوائب لو في مشاكل، انا هيك طبعي، طبعي ايجابي، طبعي بساعد الناس الى اخره، بدي ضل على هذا المبدا، ما انا قدوه مو انا بدي اتاثر بالناس. أكيد أستاذة رولا، يعني شكرا كثير لكل المعلومات والنصائح يلي أغنيتينا فيها ضمن فقرتنا هي. بنتمنى لك كل التوفيق ونورتي صباحنا. شكرا كثير. شكرا مفهوم. شكرا لك دكتورة، بنتمنى نكون كمان فدنا كل مشاهدينا من خلال هاي الدردشة الصباحية مع حضرتك. شكرا لك. نكون موفقين يا رب. اما هلا يا عفاف رح نروح للسويدا، ومثل ما بنعرف كثير من المنتجات والصناعات التقليديه بتتميز فيها محافظاتنا السوريه، وطبعا طبقا للمواسم ايضا مواسم الخير بيكون موجوده بكل محافظه. بهذا الوقت بيكثر طبعا مثل ما بنعرف الرمان وايضا العنب وغيرها يلي بتكون هي الماده الخام لصناعه الدبس. خلينا نتعرف على تفاصيل اكثر بالتقرير التالي. تشتهر محافظة السويداء بالكثير من المنتجات والصناعات التقليدية، منها صناعة دبس العنب بالطرق القديمة. بعد ما طرمنا وشغلنا وعصرنا وكل شيء كيف انتاج الدبس، لازم يكون الدبس بعد ما ينغلى وانطبخ، بس يصير هواء استواته بده يكون اقل شيء مستواته يكون رايح منه المي خالص، ضل الواحد يغلي فيه لا يروح المي منه خالص. الدبس الشمسي معتبر، هذا الدبس الشمسي عم يصنع على طريقة الشمس، بعد ما يفرموه ويعصروه بيسلقوه سلقة بحطوه بصواني، أقل شي صينية حبتها شي 3 سنتي 4 سنتي كبار، وبيعبوها الصينية بيخلوها 3 أيام 4 أيام يومين حسب جو الشمس. بهذا الدعم كيف عم يدعموا المناحل وعم يدعموا العسل وعم يدعموا هذا صحي مثل العسل. يعتبر عنب السويداء من أفضل الأنواع، وذلك كونه غير مروي، الأمر الذي يعطي مادة الدبس طعما فريدا ونكهة مميزة. مادة الدبس بالأساس هي يعني كثير مفيدة للعالم، وكثير يعني مفيدة للصحة، وخاصة اللي عنده أمراض بالقلب أو أمراض بالدم أو شيء، هي كثير مفيدة له. نحن بعدنا على عداد جدودنا، بعدنا على أهل قبل، عرفت شلون؟ ما صار هي حديث نحن سويناها فصلناها بيدنا، يعني ما حدا ما اشتريناها أو شيء، نحن جبنا مواد وفصلناها بيدنا، كأنه المكبس كمان فصلناه نحن بيدنا. الخلقين هي قديمة، يعني شغل أهلنا قبل. والحطب غير يعني بيعطي طعم للدبس أحسن من المازوت، أحسن من الغاز. العنب السويدة خاصة العنب السلطي يعني طعمة الحلو فيه غير عن كل العنب. الزبيب والدبس والتين المجفف وغير ذلك الكثير، منتجات تستحق الدعم حتى تستمر بالمنافسة في الأسواق. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويدة. في كتير ألوان سلمى مرتبطة بأشياء معينة وما فيها تروح لشيء تاني بحياتنا. كتير من الألوان منشوفها مشاهدينا مرتبطة بأشياء معينة، مثلا اللون الأصفر دائما مرتبط بالتاكسي الركاب ومعتمدة بكل دول العالم، أو حتى اللون الأحمر يلي بتعتمده منظومات الإطفاء. لهيك فكرنا شي مرة شو ممكن يكون السبب، خلينا نشوف ضمن هالتقرير. هناك عدد هائل من الألوان في عالمنا، ولكن يبقى اختيار مواصفات المركبات العامة من شكل أو لون محدد دون غيره ليس اعتباطياً، ونشعر بأن هناك خطأ ما إذا وجدنا هذه الأشياء بألوان مختلفة. إذ تم مثلاً اختيار الأصفر للتاكسي في معظم دول العالم، حيث إن الأمر يتعلق بمعايير الأمان وسهولة رؤية وملاحظة هذا اللون الساطع تحت أضواء أعمدة الإنارة الممتدة على الطرق، وخاصة في فترة ما بعد غروب الشمس، وهو الأمر الذي دفع خبراء في عدد من الدول لإحلال التاكسي ذي اللون الأزرق بالآخر ذي اللون الأصفر لتجنب التصادمات والحوادث. أيضاً شاحنات الإطفاء حمراء، والتي كانت تستخدم سابقاً من قبل إدارات مكافحة الحرائق، والتي تتكون من متطوعين يعملون دون أجر، وكانت هناك منافسة قوية بين كتائب المتطوعين في البلدات المجاورة للتميز بلون فهو ملفت للانتباه ويمكن أن ينظر إليه من بعيد، وسيجعل مخطط السيارة تبدو أكبر ويشعر أقرب إليك، وهو أمر مفيد لسلامة المرور،
في حين أن الأحمر يمكن أن يلهم روح القتال ويلهم الناس. أما اختيار اللون الأبيض للطائرات، يعكس الأبيض أشعة الشمس خارج الطائرة، ما يتسبب في اعتدال درجة حرارة الجزء الداخلي في الوقت نفسه التي تقلل من الحرارة والخطر الناتج عن الإشعاع، ويحمي أجزاء الطائرة المهمة التي تحتوي على الرادار في كثير من الأحيان. وتسمح وظيفة هذا الطلاء لطواقم الصيانة باكتشاف التشققات والخدوش والتسربات بسهولة، ويقلل من احتمال اصطدام الطيور لأنها تستطيع رؤية الأبيض بشكل أفضل. أخيراً، من السهل رؤية أجزاء الطائرة البيضاء على الأرض أو المحيط في حال تحطمها. مثل ما تابعنا يا عفاف، الألوان كمان إلى رموز كتير بحياتنا، مثل ما شفنا كمان هذا الشهر بيسموه الشهر الوردي اللي هو شهر أكتوبر، وهو معروف عالميا بأنه شهر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. حسب بعض النتائج اللي كانت بعام 2022، فهو الأكثر شيوعا بين نساء العالم، تقريبا ب 157 دولة السيدات تصاب بأعداد كبيرة بسرطان الثدي كل سنة. ولهيك كل العالم بيتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية وحتى الحملات الصحية من أجل التوعية للسيدات بالشهر الوردي. طبعاً يا سلمى، اليوم رح نضوي على مشاركات وأكيد الأشياء اللي قامت فيها الجمعية السورية لأمراض الثدي، يلي أطلقت سلسلة من الندوات والأنشطة يلي كانت مفيدة جداً لجميع النساء والصبايا للكشف وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلينا نقول بالبداية. ولكن في أمراض عدة بتصيب الثدي، اليوم رح نتعرف على هاي الأمراض ورح نحكي أيضا عن المشاركات، والأهم من هذا الشيء كله أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قديه ممكن يساعد برحلة الشفاء ويوقي أيضا من كتير من المخاطر. كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها الدكتور نوري المدرس، رئيس الجمعية السورية لأمراض الثدي. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما متعودين نوقف هيك بمحطة خاصة مع الجمعية ومع حضرتك كل سنة، وخصوصا بالشهر الوردي أو شهر أكتوبر. خلينا نبلش، شو الجديد اللي عم تقدمه السنة الجمعية بخصوص نشر التوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر؟ لا، الأهداف تبع جمعيتنا شغلتين مع بعض. مش الشغلة الأولى التوعية مثل ما تفضلتي، وأنه نوصل المعلومة لكل العالم، ونوصل المعلومة بطريقة ما نخوفهم كثير، وبنفس الوقت ما أنه ما يهتموا بالموضوع. السرطان الثدي هو أشيع سرطان عند السيدات، والحقيقة وجود الثدي اللي هو بمنطقة مكشوفة عمال يخلينا انه اوكل نخلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي افضل بكتير من انه نخليها لبعدين. لانه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عشان بس اعطيكم فكرة، انه اذا لقطنا كتلة خبيثة طبعا اقل من 1 سنتيمتر وما انا منتشرة لا تحت الأبط ولا بالمراحل البعيدة، يعني نسبة الشفاء فيها 90-95%. بينما نفس الكتلة إذا صارت 3 سنتيمتر وانتقلت لمحلات تانية، يا رئة يا كبد يا ولا العقد اللمفاوي، نسبة الشفاء 40-45%. بمعناتها في شغلة كثير مهمة. هلأ غير أنه نسبة الشفاء، المعالجة بشغلة باكرة ممكن ما نستعمل الأدوية القوية والشرسة يعني، ونكتفي بمعالجة مقبولة، وبنفس الوقت الثدي ما منشير يعني منحتفظ فيه. هلأ قلنا أنه أول شيء هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي من التوعية. هلأ مشان بصير تسأليني أنه صار في توعية، أنا بقولكم إنه في صار، وصار في توعية كثير جيدة. يعني نحن هلا عم نساوي مثلا
الكشف المبكر عن سرطان الثدي غالبا بشهر تشرين، بس ايام كثير في بعض مراكز منكملها لبقية السنة، او انه ناخذ بمحلين مثلا انه بتشرين الاول على اساس الشهر الوردي، ومرة ثانية مساوية بآدار على اساس انه عيد الام، نوع من هدية كشف مجاني. فهلا مبدئيا بالنسبة لتشرين الاول قدرنا نحصل على مساعدة من الهلال الأحمر اللي أعطانا 3 مستوصفات، هاد بدمشق طبعا، 3 مستوصفات بيعملوا تشخيص مجاني بالماموغرافي طول الشهر. هلأ كجمعية نحن عم نحاول نساوي مثل سبونسر، يعني نعطي تمويل، نلاقي تمويل مشان إنه نكمل فيها كمان 3 شهور تاني أو أكثر من 3 شهور، فمنا نحاول نساويها على طول السنة. هلا في اوقات امبارح كمان كنا بجمعيه اسمها جمعيه في جم جمعيه اسمها ما مشكله، بس نتذكرها عشان انه ننبه العالم يروحوا عليها ويساووا تصوير. دكتور خلينا نركز ونوضح الموضوع المهم يلي انت تفضلت فيه حضرتك، انه هلا الحمله يلي اطلقتها الجمعيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي هي مجانيه، تمام؟ خلينا نحكي عن هذا الجانب بشكل موسع اكثر، توضيحي للمشاهدين وين المراكز يلي ممكن يلجؤوا لها الاشخاص لحتى يعملوا هذا الكشف المبكر، لانه في اوقات اشخاص كثير بدهم يعملوا كشف مبكر ولكن بيتصلوا على التكاليف ممكن تكون كتير عالية غير مقدرته المادية، فهذا شيء أكيد تشكر جهودكم عليه، ولكن خلينا نوضح وين المراكز يلي ممكن متعاونة مع الجمعية ممكن يروحوا عليها دون الأشخاص يلي تعاونتوا معهم أنتم. هلأ أول كل المستشفيات، مستشفيات الدولة يعني مستشفيات الحكومية اللي هي وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة مجانا لكل العالم، حتى في بعض مراكز مجانا طول السنة. بس بالنسبة للحملة هلا مثل ما قلت لكم المشافي العامة كلها مجانا. هلا نحن عم نحكي على المشافي الخاصة أو المراكز الخاصة، مثل ما قلت لكم الهلال الأحمر طول السنة مع الهلال الأحمر طول السنة؟ الهلال الأحمر مثل ما قلت لك إنه في 3 مستوصفات وصايرة موزعة بالشام، يعني في المستوصف الأكرم اللي هو المزة، في العثمان وفي برزة، هدول هلا كشهر كامل عمال يصوروا. هلا امبارح شفنا مثل ما قلت لك انه منظمة ثانية او جمعية ثانية هي جمعية إغاثة الملهوف اللي هي بمنطقة شارع الأمين، كمان هي أخذت لنهاية الشهر صور مجانية. هلا نحن قبل ما نعمل الصور المجانيه كنا رحنا نشوف الاجهزه اذا كانت جيده، الناس اللي عمال يقروها، وبعدين نحن كجمعيه اعتمدنا التصنيف العالمي اللي هو اسمه بايراد لكل العالم، اخذين نفس التصنيف اللي بيقول مثلا يا سليمه يا ولا خبيثة، يعني في اشتباه خباثة صغير او اشتباه اكثر، وكل وحده في لها مقاربه مختلفه. يعني وقت اللي بيكون على الصوره الماموغرافية اول شيء طلع في عندنا 3 أو 4 اللي هو اشتباه، فمنساوي ايكوغرافي مشان ناكد او ننفي الاشتباه، وممكن حتى نلجا لخزعه موجهه. هلا بس انا في شغله صغيره اريد انبه عليها، انه نحن الكشف المجاني والكشف المبكر عن سرطان الثدي هو نصور بشكل دوري لسيدات ما في عندهم أي أعراض سريرية، يعني لا في عندهم احمرار، لا في كتلة، لا في شد حلمة، كلهم المفروض يكون ما في عندها شيء أبدا، وهذا اسمه الكشف المبكر. وقت اللي بيكون في عندها شيء ورايدة، هذا صار اكتشاف وصار تشخيص، هذا كيف له غير منحة. نحن هلا الكشف المبكر انه ما في عنده اي اعراض، لذلك مثل ما تفضلتي انه
لست ما في عندها لا ألم لا وجع لا في كتلة لا شيء، تطلبي منه أنه تصور وتدفع يعني شغلات كبيرة مشان هي بالأصل يعني أنا حاسة أنه بحاجة لهالشغلات لازم تسويها مجانية. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن فكرة كتير مهمة. اليوم الأعمار بتختلف، مثل ما بنعرف دائما كانوا يقولوا أنه اللي عندهم حالة بالعائلة هن لازم يكونوا أكثر أشخاص يمكن بيعملوا كشف دوري، بغض النظر إن كان بشهر التوعية أو خارج أوقات شهر التوعية، اللي عندها خالة، اللي عندها أم، اللي عندها حالة مر فيها حالة سرطان ثدي. ولكن أيضا في صبايا وسيدات هلأ صرنا عم نشوف من دون ما يكون في عندهم حالات بالعائلة عم يكون هي أول حالة مثلا مكتشفة. شو العمر المناسب للسيدة؟ من أنت لازم تبلش بهي الحالة الاستقصائية إذا فينا نقول؟ هلأ الكشف المبكر بيمشي بثلاث أوجه. الوجه الأول هو أنه السيدة نفسها هي اللي تفحص حالها بشكل دوري. فبنبدأ نحن أنه ننبه السيدات والفتيات أنه بالعشرين 25 لازم تفحص حالها دوريا شهريا. هل الفحص بيكون فحص تأمل يعني تشوف الفحص المنزلي قصدك؟ المنزلي أوكل وذاتي يعني ما تخلي حدا نوع هو اللي يفحصها، هي بتفحص حالها. أول كده بتتعرف على نوع الثدي إذا كان بس غدي ولا شحمي، إذا كان حجمه، وبعدين كل شهر تعرف إنه شو طرق على هالثدي. فأيام مثلا البلوغ، الحمل، الولادة، الأرضاع، كل شيء بيأثر كمان على الثدي. هي بتقدر بالمقارنة من شهر لشهر تعرف إنه إذا تغير شيء بالثدي. هو طبعاً منعلمها شلون تساوي جلس، شلون تطلع على التناظر تبع الثدي، وبعدين بتكمل بإنه تمسك الحلمة وتشوف إذا كان في نزل من الحلمة ولا لا، والإبطين. هذا كله بياخذ منا بين 10 دقائق لربع ساعة. أي بتساويها كل شهر مثل ما قلت لك ابتداء من 20-25. هلا بعد فتره بال30 40 بتروح عند طبيب، وهذا الطبيب هلا بصير يسالونا انه مين طبيب، هل الطبيب الورمي يعني اللي بيهتم بالاورام، ولا طبيب نسائيه، ولا طبيب داخلي عامه. انا برايي انه الطبيب اللي بيعرف يفحصها بتنفحص، بس انا بشدد على شغله انه ضل عن طبيب واحد، وهالطبيب هو ياخذ الشغله بشكل جدي ويكتب كل مره بتجي لعنده. هي كل 6 شهور لسنه بتقدر تروح لعنده، فبيشوف اذا كان في تطورات بين السنه والسنه، بيشوف اذا في امكانيه لانه يطلب له فحوص اكثر. بس من الثلاث اختصاصات اللي انت حكيت عليهم بيقدروا يفحصوها اي واحد داخلي يعني نسائيه او داخليه، اي واحد بيقدر يعني قصدي انه ما تتنقل من طبيب لطبيب وما تلاقي ناس ما كثير بيعرفوا الموضوع. في ناس كثير بيساووا هن فحص دوري نسائي، فما في مانع طبيب نسائي هو كمان يكشف له الثدي ويشوف اذا كان في تطور الشغلات ولا لا. نفس الشيء طبيب داخلي عم يشوف له كل شيء، بس انه في له علم اكثر بمشاكل الثدي. المشاكل عمال أقول سرطان مشاكل، لأنه أيام مثلا بيصير في ألم بسبب الهرمونات، بيصير في أي شغلة. هذا حتى وقت اللي الست بتلاقي أنه في كتلة، بقول لك 70% من الكتل المرسوسة هي سليمة. لذلك أنه مو كل كتلة هي خباثة، ما فيها خباثة. لذلك أنه ممكن أنه ننبه الست وما نخليها ينشغل بالها كتير وقت اللي منساوي كل الفحوص اللي بتثبت انه هي سليمه 100%، نعود بنراقبها بشكل دوري. هلا ثالث منحه او ثالث ستيب هي انه نساوي الماموغرافي. الماموغرافي المجاني اللي هلا عم نساوي فيه، الماموغرافي نقدر نساويها ابتداء بالعالم هيك الاحصاء انه من بعد الأربعين بعد 45. مثل ما تفضلتي في ناس بيسموهم سيدات ذات خطر عالي، اللي بيكون يا هنن صار معهم مثلا مشكلة بالثدي اليمين، ولا عمال يجون نشوف إذا كان اليسار ما فيه شيء،
أو أنه مثلاً في عندها بالعائلة، يعني خاصة عائلة الأم أكثر من عائلة الأب، بس إذا اجتمعوا اثنين بيصير الاحتمال أكثر. الاحتمال أكثر هو الأم الخالة والبنت أو الأخت. فحتى في ناس بأوروبا وأمريكا، وهون بدي يعني كمان، في فحص جينات اللي هو اسمه بركة. البركة واحد بركة اثنين، اللي بالعائلة في عندها بشكل قريب انه منطلب هالفحص اللي بيعطينا فكرة انه هي ممكن تنصاب اكثر من غيرها. فلذلك انه نبدأ الفحوص تبعيتها قبل. هلا لاحظنا شغلة يعني بالمقارنة مع الدول الأوروبية والأمريكية، انه عند السيدات في أوروبا وأمريكا من بعد 40-45 في عندهم ارتفاع في نسبة الحدوث تبع سرطان الثدي. لقينا بسوريا في اثنين بيك. البيك الأول حوالي 35 سنة، يعني بين 30-35، بعدين بيهدى، بعدين بيرجع من فوق 45. لذلك صار كنا أول نقول إنه إذا أقل من 45 ما بدنا نتعب حالنا، شغلة سليمة. هلا صار لا، صار ناخذ الأمور بشكل منطقي وعلمي. منشوف الماموغرافي، لقينا انه في حاجة للإيكوغرافي مساوية، لقينا حاجة لخزعة موجهة تثبت الورم وتعطينا كمان نوعيته، لانه قولوا لك ما في سرطان واحد للثدي، في 50 نوع. في عندك السريع، الشرس، الهادي، البطيء، اللي ايام كثير ما بيكبر بس بيكون في جوا عمل يعني يتكاثر، بس تكاثر قليل. لذلك انه لازم نتعرف على الخلية الورمية اكثر من انه الكتلة الورمية. اكيد دكتور، لازم يعني الناس والسيدات ياخذوا بشكل جدي اكثر هذا الموضوع ويلجأوا للكشف المبكر لتفادي كل هي الامراض والخطورة يلي ذكرتها حضرتك. وهلا صار في مراكز عديدة، فيكم ترجعوا تتابعوا الفقرة لحتى تعرفوا أسماء المراكز يلي أطلقت حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل مجاني، كلها طبعا تابعة للجمعية السورية لأمراض الثدي. شكرا لك دكتور نوري المدرس، وأهلا وسهلا فيك. عفوا، بس أنا بدي أسوي مثل ملاحظة صغيرة. نحن بدينا بالجمعية بال2011 أول حملات، لاحظنا كثير من الناس صار هنن يطلبوا، وفينا صار عمال يجوا وقول انه ما انكم ساويين هالشهر حملة مجانية. معناتها في ناس كثير صار بحاجة. صح، كنا اول نكشف الورم بالواحد ونص لاتنين سنتيمتر، هلا نشوفه حوالي الواحد سنتيمتر، وهذا بدل انه التوعية اجدت. اكيد اكيد. شكرا لك دكتور، ويعطيكم العافيه لكم ولكل الجهود اللي عم تبذلوها بهذا المجال، والشفاء اكيد لكل السيدات، وان شاء الله هيك الكل بيقدر يستفيد من عروضكم. شكرا. والحقيقه التوعيه لكم دور كثير فيها، لانه عم تجيبوا المعلومه لعند السيده في بيتها وتخلوها انه تروح وتفحص حالها. أكيد دكتور، شكرا. شكرا لك يا سلمى، وإن شاء الله أكيد السلامة للجميع. ولك شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وأكيد إن شاء الله نكون أغنيناكم بالمعلومات المفيدة والغنية. وطبعا كان في مشاكل عدة اليوم حكينا فيها وطرحناها، وأكيد قدمنا استفسارات ونصائح. شكرا للمخرج حسين الخطيب والمعدة هزار على هي المواضيع المهمة، وأكيد لكادر التصوير وفريق التصوير بصباحنا غير. وما بدي لكم كالعادة كونوا بخير إن كنتوا لحالكم أو برفقة الأشخاص يلي بتحبوها. باي باي. شكرا لك عفاف، أكيد الشكر موصول لكل مشاهدينا يلي كانوا معنا ضمن محطاتنا الصباحية. مثل كل خميس بنقول لكم نحن اليوم نهاية الأسبوع، بنتمنى لكم أكيد عطلة سعيدة مع الأهل أو مع مين بتحبوا تقضوها. طبعا بلش الخريف بشكل واسع، أو فينا نقول الشتوية بلشت ملامحها، ورح نكون خلال هذا الأسبوع القادم في انخفاض بدرجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية من درجتين لثلاثة بسبب المنخفض الجوي. خلينا ندير بالنا على حالنا قدر المستطاع حتى ما ننصاب بأي مشاكل تنفسية. بكرة حتكونوا مع حلقة خاصة
من صباحنا غير بيست اوف لأهم المحطات يوم السبت مع زميلاتي وأيضا الزملاء بفريق الإعداد. ضلوا بألف خير.